عن السايد افكتس تبعت الاس انهيبيتورز. شوي فيها سايد افكتس ممكن تكون مزعج شوي للمريض، فبتلاقوهم بروحوا للاربس، ما انه الاربس مش راح يعطيني هاي السايد افكتس، سواء امل للمريض وبيعطيني نفس التاثير بستخدمه. الرينين ما بستخدمه، ما فيش الا اليسكرين، دواء اسمه اليسكرين على الرينين، بس له تاثيرات. يعني الرينين مهم جدا في الكلى، كثير من العمليات الريجوليشن للامتصاص، عمليات الفلتريشن، فبيحاولوا يبعدوا عنها. تمام، فاستخدام الانهيبيتورز نادر جدا ما يستخدم. رح نحكي عن مجموعات الاس انهيبيتورز والارس والرنن انهيبيتورز، مش حاطين عليكم مثال، هي بس لتعرفوه للمعرفه اللي هو الاليسكرين، بس مش مطلوب معكم. هلا من الامثله على الادويه الاس انهيبيتورز اللي تنتهي في البريل، يعني كابتوبريل، انالابريل، راميبريل، هذول هم ادويه الاس انهيبيتورز. تمام، راميبريل، كابتوبريل، والانابريل، والانالابريل، كل هذول مجموعه كبيره من الادويه، حاطوا لكم منهم ثلاث انواع. اما مجموعه الانجيوتنسين ريسبتور بلوكرز او مسميهم الاربس، اللي هم لوزارتان والفالزارتان، لوزارتان فالزارتان، هذول مجموعه الاربس. كون عارفين شو هم من ادويه يعني مثلا لو اجاكم الكابتوبريل شو ميكانيزم اوف اكشن له، بحكي اس انهيبيتورز، رح يعني رح يعمل انهيبيشن لهذا الانزيم. من وين بيتم انتاجه حكينا؟ من اللنج. يعني ممكن تيجيكم خصائص الكابتوبريل وين بيأثر على الاس؟ في الكدني؟ لا، ممكن يكون لكم مثلا كابتوبريل بيأثر على الاس اللي وين؟ في اللنج. واضح؟ يعني هاي معلومات نذكرها، يعني موجودة على الصور، لكن ممكن تيجيكم مثلا في احد الخصائص او الخيارات. فالاس انهيبيتورز والاربس تكونوا عارفين ايش هم ادوية الاس وادوية الاربس. نيجي للميكانيزم اوف اكشن لمجموعة الاربس. نحكي اول شيء عن الاربس، الميكانيزم اوف اكشن اللي هم الاس انهيبيتورز اكت ان ذا لانج، هي مكتوب وين بتشتغل؟ في اللانج. they prevent الاس، بيمنعوا الاس انزيم from converting الانجيوتنسين 1 to angiotensin لانجيوتنسين 2. هاي الميكانيزم اوف اكشن. الانجيوتنسين 2 هاب is a powerful vasoconstrictor and stimulator of aldosterone release. ليش انا بدي امنع الانجيوتنسين 2؟ لانه بيعمل لي vasoconstriction وبزيد من البلد بريشر، لانه بفرز لي الدوستيرون، والالدوستيرون بيحبس الصوديوم فبيرفع البلد بريشر. تمام، ليش انا بدي اضبط انتاج الانجيوتنسين 2؟ this action leads to decrease في البلد بريشر and الالدوستيرون secretion. اذا لما انا عملت بلوك للاس قل انتاج الانجيوتنسين 2، اذا انا قللت من الفازو كونستريكشن وقللت من الالدوستيرون ريليز. مفهوم لهون؟ with resultant slight increase بالسيرم بوتاسيوم and loss of serum sodium and fluid. هلا لانه الالدوستيرون قل، والالدوستيرون تاثيراته انه هو بيحبس او بيعمل ريتنشن للصوديوم وبيخرج بوتاسيوم، بما انه انا قللته اذا رح يصير العكس، صح؟ عشان هيك شو بصير في تركيز البوتاسيوم؟ بتزيد. شو بصير في تركيز الصوديوم؟ بتقل. بتقل. وتحط مفهومي هاي النقطة؟ لأنه أنا قللت الألدوستيرون، الألدوستيرون بيحبس الصوديوم بيخرج بوتاسيوم. طب إذا أنا قللته إذا رح يصير عندنا العكس. أهم السايد إفكت، هاي مهمات السايد إفكت، هايبو تنشن. كل أدوية الضغط في بداية العلاج بتعمل هايبو تنشن. حكينا شو بيعمل في مستويات البوتاسيوم؟ بزيد. اذا رح يصير عنده هايبر كاليميا. واحد من تاثيرات الاس انهيبيتورز انها ممكن ترفع الكرياتينين. شو الكرياتينين؟ انزيم من الكدني. لا، هي مش انزيم. هذا الكرياتينين هي عباره عن بروتين. بروتين بتم انتاجه في العضلات وبيطلع من الكدني. هلا هذا البروتين بيدلل على وظيفه الكلى. يعني مرات مثلا تسمع والله واحد يروح يعمل فحص الكلى، صح؟ او فحص الكلى او اليوريا، صح؟ هلا اكثر شيء احنا بنركز على الكرياتينين، لانه الفلتريشن لها تقريبا بحدود ال 140 قريبه من ال 125 هي الفلتريشن ريت تبع الكلى، وماده بتم انتاجها في الجسم بدل ما يعني
اروح احكي انه المريض في ماده مثلا زي الانولين ما بعرف اذا سمعتوا فيها، واستنى اجمع يورين 24 ساعه، ما في عندنا ماده موجوده في الجسم زي الكرياتينين، بشوف انه هل الكلى بتفلترها صح، تراكيزها في اليورين صحيحه او في الدم تراكيزها نورمال. اذا تراكيزها نورمال من 0.6 الى 1 يعني 0.6 تراكيزها ل 1 و2، فاذا كانت ضمن هذا التراكيز معناته الكبد شغال صح. واضح. هلا الاس انهيبيترز ممكن شوي يرفعوا في تراكيز الكرياتين. واضح. كما اهم سايد افكتس هذول بتنسالوا عنهم للاس انهيبيترز هي الدراي كاف والانجو ايدي. الدراي كاف لانه الاس انهيب هذا الانزيم بطل يقدر يحول يصير له انهيبيشن، الانجوتنسين 1 بدل ما يتحول لانجوتنسين 2 بروح بصير يتحول لماده بنسميها برادكاينين، لانه راح يتجمع. هاي البرادكاينين بتزيد الايش السعال. واضح. اذا الاس انهيبيتر يعني من اهم السايد افكتس اللي ممكن تنتج وتكون مزعجه للمريض انه الضم عنده سعال مستمر. ممكن في بعض المرضى يكونوا ماشيين على اس انهيبيترز ما يعانوا، لكن في بعض المرضى ممكن ان يصير عندهم دراي كاف تؤدي الى اني انا مش مقدر استحمل الدواء وكفلي. عشان هيك بيحكوا الدكاتره مرات لا بروح على الارس بيعطيني نفس التاثير وما في دراي كاف. شغله ثانيه دراي الانجو ايديما تصير تجمع زي سوائل تحت الجلد، تصير في عندهم ايديما. واضح. فهذول التو سايد افكتس دراي كاف والانجو ايديما هي السايد افكتس اذا ظهرت عند المريض بتؤدي الى اني اوقف الدواء وبلش ارس. فالارس والاس هذول بدائل لبعضهم البعض بيعطوني نفس التاثير، لكن الارس ما بيعملوا دراي كاف ما بيعملوا انجو ايديما. واضح. لانه الانجوتنسين صار متشكل ما راح يجمع عند الانجوتنسين ويتحول للبراديكاينين ويصير في عندنا الدراي كاف، ولا راح يصير يعمل الانجو ايديما. الانجوتنسين 1 تحول لانجوتنسين 2 بس انا سكرت الريسبتر تبعه. وتحط مفهوم لهون. الارس هاي المجموعه زي سيلكتيفلي بايند وذ انجوتنسين 2 ريسبتر، تضغط على الانجوتنسين 2 ريسبتر بتعمل له بلوك بتسكر المستقبل تبعه. وين بيشتغلوا؟ على الفاسكولار سموث مسل يعني في البلوك فيزل، فبتعمل بلوك للفاسكولار كونستريكشن. يعني انا لما منعته انه يرتبط مع الريسبتر اذا ما عندي كفاز كونستريكشن. صح. كمان وين راح يشتغل؟ على الادرينال كورتكس اللي هي قشره الغده الكظريه. وين موجود الغده الكظريه؟ فوق الكلى. فوق الكلى او مسميها فوق كلويه. هاي الغده انهبت الريليز لمين؟ للادرينال. يعني فهمنا هاي الميكانيزم بعرف اطبق الادرينال. واضحه. حدا عنده سؤال هون؟ نكمل. الارس بالنسبه للسايد افكت تبعت الارس وما شرح لكم شو الميكانيزم بالضبط لانه خلص صار حكيناهم. تمام. السايد افكتس للارس سيميلر لمين؟ للاس انهيبيترز. يعني ممكن يعملوا هاي بوتنشن، ممكن شوي يرفعوا في تركيز الكرياتينين، ممكن مثلا يرفعوا مستويات البوتاسيوم. صح. لانهم حيقللوا من الالدوستيرون. لكن اكسبت ما عدا الريسك للدراي كاف والانجو ايديما از سلايتلي لوور. واضح. اذا نفس السايد افكتس تبعت الاس ما عدا الانجو ايديما ومين كمان؟ الدراي كاف. طب دكتور شو خص تكوين الايديما في الضغط؟ البرادكاينين بحب السوائل في الجسم. يعني كل المشكله بتصير يعني الانجوتنسين 1 سكر الطريق للانجوتنسين 2 صار يتجمع شو يعمل؟ بتحول صار يتحول لبرادكاينين. هذا البراديكاينين هو اللي بيعمل هاي التأثيرة. بس إذا الأنجوتنسين 1 في مجموعة الأرس مثلا هو أريد يتحول لأنجوتنسين 2 بس أنا شو عملت؟ سكرت الريسبتر. إذا الكمية اللي صارت تتحول لبراديكاينين صارت قليلة، عشان هيك تأثيرات الدراي كاف والأنجو إيديما بتكون قليلة. الأرس كان بيوز أز ألترناتيف للأس إنهيبيتر، يعني بدائل. يعني إذا المريض مثلا دايت من الأس إنهيبيترز بقدر أعطي مين؟ الأرس. In patients suffering from ACE inhibitors induced dry cough. يعني إذا مريض عنده ماشي على ACE inhibitor صار عنده dry cough بقدر أبدل الدواء على إيش؟ في الأرس. على الأرس. The indication متى بستخدمهم هذولا؟
بستخدمهم في التريتمنت للهايبرتنشن يا اما ان كومباينيشن او لحالهم. يعني مثلا مريض اجى عنده هايبرتنشن، في علاج الهايبرتنشن في عندنا زي درجات احنا مقسمها. اول درجه حسب حاله المريض، في عندي ثلاث مجموعات، مجموعه الدايوريتكس او الاربس او الاس انهيبيترز. تمام. اذا الضغط عند المريض مش كثير مرتفع ممكن الدكتور يبلش في دايوريتك، ممكن مثلا يبلش له في اربس لحالهم بكفي. هلا اذا صار في عند المريض الضغط مثلا على الدايوريتكس مش مستقر، ضغطه مثلا على الاربس لحاله مش مستقر، شو بيعمل؟ كومباينيشن، بجمع مثلا دايوريتكس مع الاربس او دايوريتكس مع الاس انهيبيترز. ممنوع اربس واس مع بعض. وتحط هاي اول خطوه او حسب الجايد لاينز. مثلا بنحكي شو الجايد لاينز لعلاج الهايبرتنشن، ببلش بدايوريتكس او اربس او اس انهيبيتر. اذا المريض اتحسن بخليه على نفس الدواء، ما تحسن بصير اضيف يا اما دايوريتكس مع اربس او دايوريتكس مع الاس انهيبيترز. واضح؟ فالاربس والاس ممكن استخدمهم الون اور ان كومباينيشن. ممكن مثلا المريض ما تحسن، اعطيته دايوريتكس مع اربس او دايوريتكس مع الاس وما تحسن، بصير ايش؟ اروح ادور على السكند لاين ايجنت، يعني الخطوة الثانية او الدرجة الثانية، شو الادوية اللي ممكن اضيفها للمريض. ممكن يكون في عنده تاكيكارديا، شو بروح بعطيه مثلا؟ انت بيتا بلوكرز صح؟ بيتا 1 ولا بيتا 2؟ بيتا 1 صح؟ زي بروبرانولول، تيزوبرولول، تعرفوا الكونكور؟ دواء الضغط، تعرفوا الكونكور؟ هذا عبارة عن بيتا بلوكر. اللي هو البيسوبروبانول. ممكن مثلا المريض عنده هارت فيلر بضبطش البيتا 1، بروح على سي سي بي. سي سي بي بتقلل من الهارت ريت. فهيك بصير يعني العلاج عندنا درجات. هلا بس يعني مثلا حالات البيتا بلوكر حكينا في حالات الهارت فيلر ممنوع اعطي صح؟ هارت فيلر قلب تعبان ونبضه على قده ومش قادر يطلع دم، اروح اعطيه بيتا بلوكر بقتله صح ولا لا؟ صح. يعني يا دوب القلب قاعد بيعمل بامبنج وبيخرج دم، البيتا بلوكر بتقلل الهارت ريت، وقف قلب المريض. ماشي؟ اذا يا اما لحالهم او ان كومباينيشن. يوز ان كونجيجيشن مع الديجوكسين او الديوريتكس فور تريتمنت للهارت فيلر والليفت فنتريكولار ديسفانكشن. يعني انه في بعض الحالات مثلا مريض في عنده هارت فيلر، تمام؟ هارت فيلر النتيجه مثلا حالة هارت فيلر بتيجي يعني زي مرض بعد امراض القلب. يعني انه مثلا عنده هايبرتنشن، ضغط الدم عالي، وصار في مثلا بنسميها دايليتد كارديوميوباثي، اللي صار في توسع او ترهل في عضله القلب، فصار في عنده هارت فيلر، صار في عنده ضعف في عضله القلب. هلا اللي عندهم ضعف في عضله القلب رح ناخذ ان شاء الله المحاضره القادمه بدنا نعطيه بعض الادويه اللي تزيد من كميه الكونتراكشن. يعني مثلا احنا حكيت لكم المحاضره الماضيه، في المحاضرة الماضية حكينا انه سعة الفنتريكل 120 مل صح؟ هذول ال 120 مل المفروض اطلع 70 بضل 50. في حالة الهارت فيلر ممكن اللي يطلع يكونوا 20. طب هل هذول كافيات لسد حاجات الجسم من الاكسجين والمواد الغذائية؟ لا. اذا بدي اعطي بعض الادوية، هاي الادوية تزيد الكونتراكشن عشان تضخ كمية بدون ما تأثر على الضغط، زي دواء نسميه ديجوكسين، هذا رح ناخده المحاضرة الجاية ان شاء الله. فالديجوكسين بزيد بنسميه كارديوتونيك. شو يعني كارديوتونيك؟ يعني بزيد قوة الكونتراكشن، بيساعد القلب انه يعمل كونتراكشن. هاي الكمية مثلا بدل 20 تصير 40 صح؟ فهون انا ساعدت القلب انه يطلع كمية من الدم تسد حاجات الجسم على القليل، يعني تسد، يعني تقدر الانسان انه يعيش، انه يمشي، انه يتحرك. في حالات الهارت فيلر رح يصير محتاجه الديجوكسر، محتاجه وبسبب انه القلب مش عم يقدر يعمل بومبينج صح، مرات بصير عنده تجمع سوائل، بصير في عنده ايديما، فبضطر اعطي دايوريتكس.
ممكن مثلا نتيجه الديجوكسين او نتيجه ادويه اخرى او عنده مثلا تصلب شرايين ضغطه مرتفع فاعطيه الارس او الاس. فهذول المريض رح تلاقوه ماشيين على 4-5 ادويه كل واحد بيشتغل بميكانيزم مختلف. واضح؟ to slow the progression للرينال ديزيز في patients with hypertension with type 2 diabetes. هلا المرضى اللي بيكون في عندهم type 2 diabetes اللي هو سكر النوع الثاني الريسك عالي انه يصير في عندهم hypertension. يعني تقريبا معظم الامراض او الدراسات العالميه تحكي لك ثلث المرضى اللي عندهم diabetes معرضين انه يصير في عندهم hypertension بسبب تأثيرات السكري على بعض البروتينات الموجودات في البلوت فيزل، فممكن إنها تزيد مقاومة البلوت فيزل للدم. فلما زادت المقاومة إذا الدم يبذل قوة أكبر حتى يمشي في هاي البلوت فيزل، صح؟ فشو بصير في الضغط؟ رح يرتفع. فتأثيرات إنه ارتفاع مستويات السكر في الدم جدا سيئة، فبنسميهم الماكروفاسكولار كومبليكيشن والمايكروفاسكولار كومبليكيشن. يكونوا اترست يصير في عندهم ستروك، يصير في عندهم هارت فيلر، يصير في عندهم مثلا الام اي، فالكومبليكيشن جدا كبيره. فالاس والارس يعني مع انهم شوي ممكن يرفعوا من الكرياتينين الا انهم يعتبروا لينو بروتكتيف، يعني لانه من تاثيرات السكري ريتينا، صح؟ ريتينوباثي، نيفروباثي، نيوروباثي، صح؟ فله تاثيرات على مين؟ على الكلى. فكثير مثلا ممكن تسمعوا مرضى السكري بروح بيعملوا فحص لشبكيه العين، صح؟ بسبب تاثير السكري على شبكيه العين بسميها الريتينوباثي، فبصير في اعتلال بشبكيه العين. تروح مثلا تسمعوا مريض السكري كل فتره بيعمل فحوصات للكلى، صح؟ كمان بصير في عندهم زي نمنمه في الاطراف بسبب تاثيرات السكري على الاعصاب الموجوده في الاطراف بنسميها نيوروباثي. تاثيرات السكري على البلوت فيزل، فالسكري جدا سيء ان ما تم علاجه، بحاجة لحمية، بحاجة لأدوية، كل مريض ماشي عليهم حتى إنه يمنع هاي الكومبليكيشن بتصير. اتحط. خلصنا أول مجموعتين، مجموعة الأس ومجموعة الأرس. هلا شو بدنا نضيف مجموعة؟ نسميها الكالسيوم شانل بلوكر. يعني هاي الأدوية رح تيجي تعمل بلوك لمين؟ لقنوات الكالسيوم. هلا الكالسيوم شو أهميته؟ هلا أهمية الكالسيوم كونتر أكشن. عشان الكونتراكشن هلا في عضلات القلب شو اللي بصير؟ احنا بنعرف انه ترى الخلايا برا شحناتها موجبه بسبب ارتفاع مستويات الصوديوم والكالسيوم، وجوا الخلايا الشحنات سالبه بسبب البروتينات مع ارتفاع في مستويات البوتاسيوم. البوتاسيوم شحنته موجبه لكن كانت تشارج الشحنه المحصله النهائيه سالبه بسبب البروتينات. هلا اللي بصير في عضلات القلب انه بيجي زي اكشن بوتنشال من خلايا الاس اي نود الموجوده في الهارت، ما بدي ادخل في التفاصيل بس عشان نفهم شو دخل الكالسيوم شانل بلوكر. فشو بصير؟ بصير زي شراره او زي اكشن بوتنشال. اخذت هيك اشياء فاللي بصير انه تفتح قنوات الصوديوم، بصير الصوديوم يدخل داخل الخلايا، بصير عندنا عمليه الديبولاريزيشن، صح؟ فبصير في عندنا ديبولاريزيشن بسبب دخول ايونات الصوديوم لداخل الخلايا. يعني زي ايش؟ زي حالة تأهب صارت في الخلايا العضلية القلبية انه استعدادها للانقباض. هلا بعد دخول الصوديوم شوي بصير يدخل مين؟ الكالسيوم. الكالسيوم. الكالسيوم زي كأنه بيعمل بشيك على الكونتراكشن. هل صار في كونتراكشن في كل الاتريا؟ هل صار في كونتراكشن لكل الفنتريكل؟ فإذا ما صار بزيد عملية الكونتراكشن. واضح؟ بعد ما صار كونتراكشن كمية الدم المطلوبة خرجت، يصير في عندنا ريبولاريزيشن بسبب خروج البوتاسيوم، صح؟ فهون صار في عندنا دور لمين؟ للكالسيوم. الكالسيوم يعني ان ما صار كونتراكشن هو بزيد عمليه الكونتراكشن. وضحت؟ فكل ما زاد الكونتراكشن اذا كميه الدم اللي رح تخرج رح تصير اكثر، اذا شو يصير في ضغط الدم؟ بيعلى بده يزيد. هلا الكالسيوم شانل بلوكرز رح نقسمهم مجموعتين، في مجموعه بتشتغل على الهارت وفي مجموعة راح تشتغل وين؟ على البلوت فيزلز. برضو البلوت فيزلز فيها سموث مصر، صح ولا لا؟ هاي السموث مصر لما بتعمل كونتراكشن شو بصير فيها؟ صدي كونستريكشن، بصير في عندنا زيادة في البلوت بريشر. إذا مجموعة الكالسيوم شانل بلوكرز هي مجموعتين، المجموعة الأولى بنسميها داي هايدروبايريدين والمجموعة الثانية بنسميها نون داي هايدروبايريدين.
دايهايدروبايريدين نان دايهايدروبايريدين. مجموعة الدايهايدروبايريدين اللي هم النيفيديبين والأملوديبين. نيفيديبين أملوديبين. لاحظوا الأسماء الأدوية صارت تكثر صح؟ ما تراكموش على حال. فعندنا الدايهايدروبايريدين نيفيديبين أملوديبين، هدول المجموعات مينلي بيشتغلوا على البلوك فيزلز تمام؟ وعندنا مجموعة تانية اسمها مجموعة نان دايهايدروبايريدين زي الترتيازم والفيرابامين. خلينا نشوف الميكانيزم لإلها. مجموعة الدايهايدروبايريدين دايهايدروبايريدين أملوديبين نيفيديبين، هدول المجموعات عادة بتشتغل على البلوك فيزلز. شو بتعمل هاي المجموعات؟ بتيجي على قنوات الكالسيوم، بتعمل بلوك لقنوات الكالسيوم. إذا الكالسيوم مش راح يقدر يدخل لداخل الخلايا إذا ما في عندي كونتراكشن بالبلوك فيزلز صح؟ هاي أي مجموعة؟ مجموعة الدايهايدروبايريدين. إذا شو بصير لما أنا منعت الكونستريكشن؟ شو صار؟ دايليشن. عشان هيك هدول التأثيرات الهاد بتنشر رح تكون عندهم أكثر لأن عمل دايليشن بالبلوت فيزل تمام؟ أما المجموعة الثانية مجموعة النان دايهايدروبايريدين، هاي المجموعة بتشتغل على القلب نفسه برضو بنفس الميكانيزم. رح تيجي على قنوات الكالسيوم تعمل بلوك للكالسيوم، كالسيوم مش عم يدخل لداخل الخلايا، إذا قوة الكونتراكشن رح تقل، إذا رح يقل كمية الدم اللي بتخرج وبالتالي رح يقل البلد بريشر. واضحة؟ حدا ما فهم الميكانيزم؟ يعني رح نيجي نعمل بلوك على الكالسيوم، على قنوات الكالسيوم. هاي القنوات إما موجودة في البلاد فيزل أو موجودة في الهارت. اللي موجود على البلاد فيزل أدويتهم بنسميهم داي هيدروبايريدين زي الأملوديبين والنيفيديبين. أما الأدوية اللي بتشتغل على الهارت نفسه وبتعمل بلوك لقنوات الكالسيوم بنسميهم نان داي هيدروبايريدين زي الدلتيازم والفيرابامين. واضح؟ هدول الأدوية مطلوب منكم تعرفوها. هاي الأدوية. هلا الميكانيزم اوف اكشن زي ما حكينا لكم انه السي سي بيز او الكالسيوم شانل بلوكرز انهبيت ذا موفمنت اوف كالسيوم اي اكروس ذا ميمبرين اوف مايوكارديا اند الارتيريال مسل سيل. يعني رح تيجي على قنوات الكالسيوم سواء كانت في المايوكارديا اللي هي عضلات القلب او في الارتيريال مسل سيل اللي هي السموث مسل. انتم بتعرفوا انه البلوت فيزل مكون من ثلاث طبقات صح؟ في عنا طبقة طلائية من الداخل اللي هي epithelial cells، بعدها بتيجي طبقة smooth muscle، بعدها بتيجي كولاجين. هلأ هو بيشتغل على الطبقة الوسطى لأنها smooth muscle. هاي smooth muscle بما إنها عضلات إذا تقدر تعمل constriction relaxation صح ولا لا؟ فهو رح يشتغل على قنوات الكالسيوم يعملها بلوك إذا رح يمنع إنه يصير فيها constriction. شو بصير فيها؟ زي relaxation، يصير فيها dilation. واضح؟ This alters the action potential and the muscle cell contraction. هذا الأكشن potential شايفينه؟ صار في عنا depolarization الكالسيوم هذا نسميها plateau phase منعت عنا أو بصير في عنا relaxation أكثر فمنعت إنه يصير في عندي contraction. قوة contraction هون راح تقل فبدل مثلا ممكن مثلا قوة contraction بطلع 80 بدل 70 صح؟ هدول العشر الزيادة راح يرفعوا الضغط. انا برشح من وضعهم الاصلي او ممكن اقللهم صح حسب قديش مثلا ضغط المريض اي جرعه اعطي للمريض اعطي جرعه بسيطه مثلا فيرابامين في جرعه 30 في 60 في 120 في 240 اي جرعه اعطيها للمريض برضه صح هذا كله بيعتمد حسب المريض نفسه وحسب قديش ممكن او قديش بيرفع ضغطه. تاثيرات السي سي بي في له تاثيرات على الهارت ديبرست مايوكارديال كونتراكتيليتي slow cardiac impulse formation في conductive tissues. إذا وين راح تشتغل؟ راح تشتغل على خلايا الهارت نفسه تقلل من عملية contraction. فمثلا بدل ما مثلا المريض برضو عدد الدقات راح تقل. يعني مثلا ممكن بعض مرضى الأريثميا اللي عندهم زيادة أو تسارع في دقات القلب بيعطوهم كالسيوم شانل بلوكر لأنها بتقلل contraction. فمثلا بدل المريض ما يكون في عنده 120 الهارت ريت خلينا نحط رقم ثاني 130 في الدقيقة عنده 130 نبضة وأنا عملت slow في contraction تبع الهارت إذا ممكن في الدقيقة الواحد ينزلوا لتسعين صح؟ لأنه أنا قللت من الأكشن بوتنشل صار ياخذ وقت أطول فبدل ما يكون في عندي 130 نبضة في الدقيقة وأخذوا وقت أطول إذا في الدقيقة قلوا عدد النبضة صح؟ ممكن وصلوا 90 ممكن وصلوا 100 ممكن وصلوا 80 وضحت؟
مفهوم شو تأثيراتها. إذا الكالسيوم شانل بلوكر مش بس بالهايبرتنشن، حتى بالأنجينا بيقلل من الأكسجين كونسومشن، فإلهم تأثيرات جدا إفكتيف. يعني الكالسيوم شانل بلوكر لا زالوا مستخدمين، يعني حتى مفضلين أكثر من البيتا بلوكرز. واضح هلا لما نوصل للبيتا بلوكرز أو كمان شوي بحكي لكم. فالسي سي بيز يعني مثلا لما حكينا إنه الفيرست شويس أعطي دايوريتيك أو إس أو أربس أو أعطي كومباينيشن، بعض الأحيان المريض ما استجاب مباشرة بروح بعطي إيه سي سي بي. حتى في بعض شركات الأدوية صارت تصنع أدوية الهايبرتنشن، يعني ممكن تلاقون كومباينيشن الحبة فيها، يعني تروح مثلا لمريض الضغط باخد حبة واحدة، مش معناته فيها دواء واحد، في بعض الأدوية فيها دوايين أو فيها ثلاث مركبات. ففي بعض شركات الأدوية صارت تحط في نفس حبة الدواء دايوريتيك مع ARBs مع CCB. يعني روحوا مثلا إذا عندكم حدا مثلا عنده ضغط، امسكوا بعض الأدوية ممكن تلاقوا كومباينيشن من الدواء في نفس الحبة. أسهل للمريض بدل ما ظل ياخذ أدوية، بدل ما أعطيها ثلاث حبات لا بعطيها في حبة واحدة ستيبل، أحطهم مع بعضهم مع بعض. واضح؟ على البلاد فيزلز تعمل ريلاكسيشن وبتعمل دايليشن زي ما حكينا، causing fall in blood pressure and decrease the venous return. إذا لما أنا أعمل دايليشن، إذا كمية الدم اللي رح ترجع للقلب شو رح يصير فيها؟ تزيد بتقل. ما نعمل دايليشن ما طلع الدم صح؟ عمل الدايليشن إذا الدم بأريحية، شو بتصير في الدم اللي بيرجع؟ بقل بده يقل لأن أنا وسعت. عمل الدايليشن هلا لما انت بتقبض بتعمل سي في كونتراكشن انقباض، الكميه بسرعه بتمشي، بس اذا عملت لها ريلاكسيشن ماشي باريحيتها. اذا الدم الفينس ريتير الدم العائد الى القلب بقل، اذا التعبايه بتقل، اذا هون انا بقلل الكميه اللي بتطلع، حافظت على ضغط الدم. دكتور بسالك، وانا بكون الدواء نفسه بيبدا الفا وبيتا عشان يروح على البلد فيزلز بالهارت ولا بروح عليهم؟ لا احنا ميزنا بين عندنا السي سي بي صح، حكينا بين داي هيدروباريدين ونون داي هيدروباريدين صح. طيب هلا مثلا نيجي على دواء الديلتيازم، الديلتيازم ما له مستقبلات على البلاد فيزل، بس على الستركتشر تبع الدواء صح، ما بيزبط يرتبط على الريسبتورز تبعات الكالسيوم اللي في البلاد فيزل. يعني شكل الدواء، يعني مثلا افرض انه هذا البلاد فيزل له مستقبل هون هيك، النيفيدبين او الامنودبين هنا كتشبيه لازم يبقى شكله هيك عشان يقدر ايش يرتبط بالريسبتور مع الدواء. طب اذا شكل الدلتيازم هيك بيقدر يرتبط؟ لا، بيروح على الهارت، بلاقي في الهارت المستقبل تبعه هيك سهل يرتبط. وضحك هلا الدواء كيف بيعرف كيف بيميز بين الريسبتورز حسب شكله تمام. لما شركات الدواء تصنع هذا كيميكال ستراكشر، كيميكال ستراكشر بحيث انه بيقدر يرتبط، يعني بدرسوا هاي الريسبتورز كيف شكل الماده اللي بترتبط معاه، بروح بعمل دواء نفس شكل هاي الماده بحيث انه يعني مثلا يجي هنا امنودبين وهذا ديلتيازم، ديلتيازم ما يقدر يرتبطهم مع انه هاي قنوات كالسيوم، هاي قنوات كالسيوم بس شكل الريسبتور هنا بيختلف عنه. او بروح مثلا الكالسيوم نفسها اللي هو القناه مثلا، واحد مثلا الدلتيازم بيشتغل هون والامنودبين بيشتغل هون في مكان مختلف، فحسب شو كيف هذا المكان اللي بيرتبط معه هون وشو المكان اللي بيرتبط معه حط عشان يقدر يميز. البينيفيتس او الاستخدامات، البينيفيتس ديكريس في البلاد بريشر صح، هاي اتفقنا عليه، قللت الهارت ريت، قللت الكونتراكشن، عملت دايليشن في البلاد فيزل، اذا ضغط الدم في الدوبل ديكريز في الكارديك ورك لود، شغل القلب، شغل القلب نفسه، كونتراكشن تبع القلب لما انا بطأت عدد الضغطات، شو صار في شغل في الشغل القلب اللي بيعمل الكونتراكشن هل بيعمل خف ارتاح شوي صح، يعني خف الاجهاد عن هاي العضله، ريحت القلب بدل ما قاعد بيعمل 120 نبضه بالدقيقه يشتغل بها السرعة الكبيرة وبطلع الدم وبرجع دم ووزع الدم، أنا ريحته صح؟
بدل هال 130 مثلا اعطيته 90 وصلته ل 80، اذا انا قللت الورك لود تبع الهارت، بالاضافه لانه بقلل من الاكسجين مستهلك، لانه كل نبضه انا قاعد بنبضها برضو من الاورطة. في عندي الشريان الكورونري ارت بتعرفوه، والشريان التاجي، هذا الشريان التاجي اللي بغذي عضله القلب نفسه، يعني مش القلب بغذي كل انحاء الجسم، طب هو عضله برضو مش بده تغذيه، بقلل من كميه الدم اللي بتروح على الشريان التاجي، وبالتالي بقلل من استهلاك الاكسجين، لان هاي عضله لما بتعمل بامبينج كل بامبينج بتعملها هي بحاجه لاكسجين، بحاجه لطاقه، صح ولا لا؟ طب انا اذا ريحتها احتياجها للاكسجين او استهلاكها للاكسجين شو بصير؟ بقل. فهمتوها؟ فهمتوها ولا صافنين؟ واضح؟ تريتمنت. السي سي بيز مستخدم في علاج الهايبرتنشن، مستخدم في علاج الانجينا، لانه في بعض انواع الانجينا خاصة الترانز ميتال انجينا، هذا رح نحكيها لما نيجي نحكي عن الانجينا، رح نرد نرجع انه سي سي بيز برضه مستخدمين في علاج الانجينا، بتقلل من الاكسجين كونسمشن وخاصة في الترانز ميتال. والكنترولينج للاريثميا زي ما حكيت لكم، قلب ينبض 130 نبضة، كنت بتوصل في بعض الاحيان كنا نشوف مرضى مثلا 240 نبضة في الدقيقة. تخيلوا لو في خثرة صغيرة وهالسرعة الكبيرة للدم وارتفاع ضغط الدم ممكن تسكر بعض الشرايين ويصير جلط. هذا نخاف منه من القلب. فلما انا قللت الكونتراكشن تبع الهارت، اذا انا بريح المريض. وضحك؟ المين ادفرس وهذه مهمه خاصه للفيرابامين. الفيرابامين في له سايد افكت مميز اللي هو الكونستيبيشن. فصل الصيف جبناها في المده جبناها بالفاينل وما عرفوهاش. اهم سايد افكت يعني حكينا انه في عنا دواء المد جبنا دوائر والفاينل جبنا فراغات. عنا دواء سي سي بي، هذا الدواء يستخدم مثلا حطيناها زي كيس عملنا لهم اياها في حالات الهايبرتنشن، لكن صار كنترول المريض على الهايبرتنشن لكن صار في عنده كونستيبيشن. شو بتتوقع الدواء اللي اخذه المريض؟ فيرابامين. هاي فيرابامين حاط لكم انه سايد افكت له ايش؟ كونستيبيشن. مين مش اجاكم هذا السؤال تصفنوا؟ شفتوا كيف تيجي اسئله الفارما اللي كل طلابكم عيطوا منها، امتحاناتها صعبه وانتم بدكم ترسبونا، 70% رسبوا كله من السلايد بس ما حدا دارس. يعني السؤال اللي احتجوا على الطلاب هي مكتوب. لا شو اعمل لكم اذا انتم مش دارسين؟ مريض هايبرتنشن، هذا المريض اعطيناه احد ادويه السي سي بي كالسيوم شانل بلوكر وصار كنترول الهايبرتنشن عنده، لكن المريض عانى من كونستيبيشن. شو بتتوقعوا المريض اخذ دواء؟ فيرابامين. شفتوا؟ يعني في بعض السايد افكتس انا بحكي لك هاي مهمه، يعني بتكون سايد افكتس مميزه للدواء. مش مثلا كل الادويه بتعمل نوزيا فوميتنج دياريا على هيديك، يعني ما باجي مثلا بحكي لك انه والله بعض ادويه هذا بيعمل لي هيديك، بيعمل لي انزايتي. فيها الانزايتي والهيديك. في سايد افكتس بتكون مميزه للدواء. يعني نسبتها انه يعاني منها المريض نسبه ممكن الاقيها عن بعض المرضى. تمام؟ وضحك؟ مفهوم؟ دزنس هيديك فتيك اكثر، هذا بيجي مع مين؟ مع الداي هيدروبايريدين. ليه؟ لانهم هذول بيشتغلوا على البلوت فيزل. فلو عمل هايبوتنشن مرات كميه الدم اللي بتروح للبرين بتقل، ممكن يصير شوي عاني من الهيديك. تمام؟ حالات هايبوتنشن وهي اكثر مع الداي هيدروبايريدين لانها موسعات. للبلوت فيزل صح؟ يعني اي شيء بيأثر على البلوت فيزل بيعمل هايبوتنشن، ممكن يعمل شوية هيدك عند المريض لانه بتأثر على كمية الدم اللي بتروح للبرين بالاضافة للبريفرال ايديما. واضح؟ هدول هم السايد افكتس للسي سي بيز، وعادة احنا بنركز على الفيرابامين. انا حكيت المجموعة، اعتقد هاي اخر مجموعة، هي مجموعة الفازودايليترز. من اسمها شو بدها تعمل؟ فازودايليشن. هاي المجموعة عادة احنا بنخليها اخر تشويس. تمام؟ هاي مجموعة الفازودايليترز ممكن نخليها اللاست تشويس.
تشتغل مباشرة على الفاسكولار سموث مسل، إذا رح تشتغل على البلاد فزل شو بتعمل فيها؟ فازودايليشن. يعني صار عندنا فازودايليشن، صار في دروب ديكريز في البلاد بريشر. They don't block a reflex tachycardia that occurs when blood pressure drop. يعني مرات شو بصير لما يصير في عندنا hypotension؟ بيجي القلب، الجسم في حالة hypotension، القلب شغال عادي، بيفكر انه خلص انه في مشكلة في الجسم، شو رح يعمل القلب؟ بزيد الهارت ريت. بيحاول يصلح مشكلة hypotension. هلا الفازو دايليترز بتعمل دايليشن في البلاد فيزل، اذا صار في عندنا ديكريس بالبلاد بريشر، بس ما بتعالج الريفلكس تاكيكارديا اللي بتنتج نتيجه الهايبوتنشن. واضح؟ الفازو دايليترز رح نحكي عن دويين، الهيدرولازين والنيتروبروسايد، ريفيرس فور يوز ان سيفير هايبرتنشن اور هايبرتنسيف ايمرجنسز. يعني زي ما حكيت لكم خليها لاست تشويس. يعني في بعض مثلا مرضى اجى عنده هايبرتنسيف كرايسيس، إيش على الطوارئ ضغطه فوق 180 على 140، ضغط دم عالي جدا، بدي إيش نزل ضغطه بسرعة، ممكن أستخدم مانيتور إذا ما بتقدرني صح، ممكن أستخدم كمان الفازودايليترز. ممكن مثلا مريض صار في عنده ستروك، جلطة في الدماغ نتيجة الارتفاع ضغط الدم العالي، بخلي مثلا أسبوع 10 أيام على الهيدرالازين، لكن ما بعطيه إياه لقدام كثير، السايد افكتس جدا مزعجة منها. واضح؟ بالنسبة للفازودايليترز الهيدرالازين، الهيدرالازين ممكن يعمل نوزيا ويعمل هيدك عند المريض، سويتين تاكيكارديا واريثميا وانجينا، هدول مزعجات جدا. يعني المريض نتيجة انه صار في عنده هايبوتنشن بصير في عنده كريفلكس زيادة في عدد دقات القلب. طب افرض المريض هو مريض اريثميا صح؟ رح تصير مشكلة عند هدول المرضى. فعشان هيك ممكن استخدم لي اثناء هو موجود في المستشفى وبعدها اوقفه او اعطيه لاسبوع 10 ايام، لكن استخدامات لفترات طويلة رح يصير في سايد افكتس. رح يصير في مثلا عندهم اليوبس سيندروم. اليوبس سيندروم زي اوتو اميون ديزيز، بصير يهاجم التيشوز، بصير في زي احمرار في التيشوز خاصة مع الهاي دوزز. النيتروبروسايد ممكن يعمل بعض انواع التوكسيسيتي زي السيانايد توكسيسيتي اللي ازرقاق، جلده لونه أسرع لما يتم استخدام النيتروبروسايد. واضح لهون؟ أي سؤال؟ واضح؟ حدا عنده سؤال؟ الدايركت ايجنت ديوريتك عفوا. بالنسبة للديوريتكس حكينا عنهم، الديوريتكس بدها تقلل من كمية الصوديوم، كمية الماء اللي موجودة في الجسم، فبالتالي رح تقلل من البلاد فوليوم، رح تقلل من البلاد بريشر. صح؟ هدول شرحناهم. الانديكيشن في حالات المايلد هايبرتنشن، وافضل استخدم مين؟ هيدرولايزين. هيا زايد شو مايلد دايوريتكس؟ واحد ضغطه مرتفع شوي. هلا احنا الهايبرتنشن منقسمه ستيجز صح ولا لا؟ اذا مثلا ضغط قديش الضغط الطبيعي؟ 120 على 80. طب افرض كيف عند المريض مثلا 135 على 85، شوي مرتفع، يعني ديورتكس بتسد الحاجة، وصل عنده 140 145، يعني لساته في حالة البري هايبرتنسيف. واضح؟ فبنعطي أحسن مين؟ التيازايدز. أما إذا صار في عنده إيديما تجمع سوائل في البلمونري وفي الكارديو وفي أعضاء جسمه، مين أفضل؟ واضح؟ أفضل مين؟ إلو. بالنسبة للأدفرس إفكتس ممكن يزيد معدل اليورينيشن، عشان هيك حكينا انه بيستخدم فترة الصبح صح؟ تخيل اعطيه للمريض بزيد من حجم من كمية اليورين، بضل رايح جاي على الحمام بالليل، فبعطيه الصبح باخذها حبة بعد الفطور، واثناء النهار هو صاحي، فانت ما راح اجي على الحمام مش راح تكون مزعجة بالنسبة له. وممكن تعمل ديستربنسس لبعض الالكترولايتس اللي شرحناهم، هذا بيقلل مثلا اللي حكينا بيقلل البوتاسيوم، بيقلل المغنيسيوم، بيقلل الكالسيوم، بيقلل الصوديوم صح؟ بينما مثلا الثيازايد ممكن يرفع كالسيوم صح ولا لا؟ تأثيراته مع البوتاسيوم أشياء كثيرة ركزوا عليهم. فهي مجموعات الدايوريتكس بس نذكرهم بذكر احنا شرحناهم سابقا. الكاربونيك أنهيدريز الانهيبيترز بتشتغل على البروكسيمال كونتريبيوتد فيول، وبتمنع
من اسمها كاربونيك انهايدريز انهبيتر وراح تشتغل على كاربونيك انهايدريز انزيم بصير في عنا زياده في الاكسكريشن للصوديوم بايكربونات مع المي. الاوزموتوبيوتكس برضه راح تشتغل في البروكسيمال الاماكن مهمه. يعني لما مثلا يجيك دواء اجي احكي لك المانيتور وحده مثلا من ال which of the following is correct regarding monitor احكي لك انه بيشتغل مثلا على اللوك صح؟ انا ذكرت لكم وين بيشتغلوا الكربونيك انهيدريز بالاوزموتيك على البروكسيمال كونتريبيوت تريبيون اللوك على اللوك والباقي على اخر اجزاء النفرون يعني ثيازايد او بالالدوستيرون انتاجونست او صوديوم شانل بلوكرز بيشتغلوا وين؟ على الديستال باكس. يعني ممكن احكي لكم بس كونتريبيوت تريبيون او على السلكتين باكس لكن الثيازايد وين؟ على على الديستال بارت والالدوستيرون انتاجونست مع الصوديوم شانل بلوكر بيشتغلوا على الكوليكتيف داكت وعلى الديستال بارت. يعني ما بدي ادخلكم في التفاصيل لكن الديستال بارت من النفروم بس من جزئين الجزء الاولاني بيشتغل ثيازايد والجزء الثاني بيشتغل الالدوستيرون واضح. في عندنا كمان الاي دي اتش انتاجونست هون الاي دي اتش هو الهرمون المانع لادرار البول يعني بيحبس مي في الجسم صح؟ بما انه يحبس مي في الجسم اذا رح يرفع الضغط. طب اذا عملت له بلوك اذا رح اقلل من كميه المي اللي بتنحبس الجسم فبتخلص من البلاد واضح. بيتا بلوكرز حكينا من قبل صح؟ حكيت لكم انه انا بفضل السي سي بي على البيتا بلوكرز اكثر لكن مرات ممكن اضطر استخدم البيتا بلوكرز. هلا البيتا بلوكرز لهم يعني مثلا لانهم بقللوا من ضغط الدم عفوا من الهارت ريت فلو مثلا مريض هايبرتنشن عنده هارت فيلير بقدرش استخدمه صح؟ مثلا البيتا بلوكرز بعض الاحيان بيكون لهم علاقه في ارتفاع المستوى الدهنيات. البيتا بلوكرز اذا بتتذكر لما حكيت لكم البروبرانولول بيستخدم مثلا الواحد بده يقدم عرض بده يطلع على مسرح بده يطلع على شيء الطلاب اللي حضروا الالكتروني حكيت لكم انه بتاخذ قبل بنص ساعه بقلل وبيعمل ريلاكسيشن بقلل الانكزايتي بقلل الرشفه ان الواحد مثلا يطلع على يحكي في مؤتمر بتقتل او خايف او متوتر تاخذ حبه تيرالين بروبرانولول يهديك. هدول برضو مثلا البيتا بلوكرز عند مرضى دايبيتس ممنوع واحنا نص مرضى دايبيتس عندهم هايبرتنشن صح؟ ليش مثلا البيتا بلوكرز ما بفضلهم عند مرضى الدايبيتس؟ بيعمل ماسك للسيمتومز اوف هايبوغلايسيميا. يعني لو مريض صار في عنده نقصان في السكر في الدم تمام البيتا بلوكرز بتغطي على السيمتومز واضح. فعند مرضى الدايابيتس بحاول اتجنبهم سي سي بي بياثرش على السكر ولا على السيمتومز عشان هيك بتحسوا الدكاتره شوي بروحوا للسي سي بي اكثر بس مع هيك البيتا بلوكرز جدا مستخدمه واضح. هون دكتوره البيتا بلوكرز مع البري دايابيتس في ناس ممكن اذا مثلا اكثر ما تبتجنبها اذا باخذ انسولين لا مش انسولين عادي المتفورمين الحبه الكبير صح مع المتفورمين ما بيعمل هايبوغلايسيميا هو بيزيد السنسيتيفيتي للريسبتور بس اما مثلا مريض ماشي على انسولين طبقتي اخذ جرعه زياده بلكي المريض اخذ الانسولين وما اكلش هبط السكر صح واجي اعطيه بيتا بلوكر لا تجنب واضح. فالافضل اتجنب بعطي السي سي بي ما بعمل سي سي بي. اي سؤال بطلع 70 وبخلي 50 في حاله الهارت فيلر يعني صار في زي اجهاد بالعضله. انت لما تكون تعبان وعضلاتك بوجعوا كيف قدرت احكي لك تعال اركض شو بتعرف تركض متعب وانت بتركض صح ولا لا؟ نفس الشيء الهارت هارت مصر فلما يصير في اجهاد في عضلة القلب إذا قدرتها على إنها تعمل بامبنج وتخرج الدم قليلة الدم أي المريض يجي مثلا يجي يمشي أو تشوف إنه تعب صار يلهث ويقعد مثلا ما بتشوف وين ما في مكان حتى لو بالشارع تنقعد صح؟ لأنه تعب كمية الأكسجين اللي بتوصل عنده للتشوز قليل الكمية اللي بتطلع من القلب غير كافية لسد احتياجاته من الأكسجين والمواد الغذائية. Affect the intracellular calcium level في الهارت مصل leading to increased contractility. هون عكست قبل شوي انا حكيت بدي اعمل بلوك للكالسيوم
هون شو بدي اعمل في الكالسيوم؟ بدي ازيد الكالسيوم بس ما بدي ازيد الهارت ريت. يعني القلب لما مثلا هدول ال 120 بيطلع 70 الاصل و50 بضلوا، ممكن هالمريض مثلا بيطلع بس 20 صح؟ هلا هارت فيلر درجات ستيج 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4، بعديها كل واحد فيهم له يعني له تفاصيل جدا يعني كبيره في كل مرحله شو العلاج اللي لازم ياخذه المريض، قديش النسبه اللي شغال فيها القلب. هون مش داخل لكم ولا في هاي التفاصيل، بس انا عندي مثلا القلب 20% بدي ازيد الكونتراكشن، يعني بدي زي ايش؟ بدي اشي يقوي هالعضله يعني تخليها تنقبض بشكل اسرع، يعني مثلا توصل ل 40 صح ولا البلاش؟ فانا بدي اوصل ال 40 مثلا، هذول 40 ملي انهم يخرجوا، فبدي ازيد من مستوى الكالسيوم داخل الخلايا بحيث انه يزيد الكونتراكشن. increase في contraction strength lead to increase في cardiac output. إذا لما أنا صرت أزيد contraction cardiac output كمية الدم اللي بتخرج من الهارت في الدقيقة الواحدة شو صير فيها؟ تزيد. and which cause increase في renal blood flow and increase في urine production. يعني صح أنا قاعد بخرج كمية أكثر بس برضو في نفس الوقت أنا بزيد من كمية الدم اللي بتروح للكدي، إذا أنا بصير أصنع يورين أكثر، فبحافظ على إيه؟ شو مستوى الصوديوم؟ الصوديوم مستوى الصوديوم لا انا قاعد بخرج شو كالسيوم، انا شو خليت شو عملت حجم الدم؟ لو زدت انا كميه الكارديو اوتبوت بحافظ على الجسم انه ما ازيدش الضغط. تحت الفكره يعني صح انا بدي ازيد مستوى الكالسيوم وبدي انقباض اكثر في الهارت، بس هذا الانقباض والكميه اللي بتطلع ممكن ترفع للضغط، كيف بدي اخلص منها؟ هاي الادويه رح تزيد كميه الدم اللي تروح للكلى تخرج سوائل اكثر، اذا هون انا حافظت على ضغط الدم. بتحب يعني ما بدي اشي مثلا اروح عند مرضى الهارت فيلر، مو اصلا مريض الهارت فيلر بصير عنده هايبر تنشن، طب ازيد له الكونتراكشن بزيد الهارت بزيد له هاي بالبلد برشر صح؟ فانا بدي ازيد له الكميه اللي بتخرج واحافظ له على الضغط. بتحب مفهوم الفكره من هون؟ مش زدت الكالسيوم معناته رح ازيد من البلاد بريشر. رح نحكي في الكارديوتونكس، الادويه اللي بتقوي عضله القلب هم نوعين او مجموعتين، الكارديو جلايكوسايد اللي هو الديجوكسن، هذا بجيبوه من نباتات الديجوكسن، حطوا على مثلا على الجوجل نبته الديجوكسن بتاعتهم زارعينها في بيوتهم. الفوسفودايستريز انهيبيتورز هو الميل رينون، هذول الدوايين الديجوكسن والميل رينون هذول يعتبروا انتروبيك، يعني يزيدوا من كونتراكشن وين؟ في الهارت. شو الميكانيزم اوف اكشن للديجوكسن؟ الميكانيزم اوف اكشن للديجوكسن يجي على الخليه اللي في الهارت، شوي حكينا انه مستويات الصوديوم برا عالي، كالسيوم عالي، هون بوتاسيوم اعلى. لما يصير في عندنا كونتراكشن المفروض انه الصوديوم يدخل لداخل الخلايا صح؟ دخل الصوديوم وخرج البوتاسيوم، مش هذا اللي بصير؟ انا كيف برجعهم عشان استقبل نبضه جديده؟ بدي ارد ارجعهم مكانهم عشان لما تيجيني كمان اكشن بوتنشال يبقوا مرتبين، رد العمليه تتكرر. ما بدي الصوديوم يتجمع جوا والبوتاسيوم برا، تخرب البوتين اللي هي الفولتية تبعت الممبرين. ففي عنا قناة أو مضخة، هاي المضخة اسمها صوديوم بوتاسيوم ATPase pump، مضخة. هاي المضخة شو بتعمل؟ هالصوديوم اللي فات جوا بتطلعه والبوتاسيوم اللي خرج برا ترد بتدخله حتى إنها ترجعهم للأصل. تمام؟ الديجوكسن شو بيجي بيعمل؟ بيجي بيعمل بلوك على هاي القناة، عمل بلوك هون، يعني الصوديوم ماله انحبس جوا في تجمع للمي. إذا ارتفع الصوديوم جوا بيحفز قناة اسمها كالسيوم صوديوم اكسشينجر،
شو بصير في داخل الخلية؟ بصير بدخل كالسيوم. شو صار في قوة الكونتراكشن؟ زادت. كمان مرة. عندي اكشن بوتنشال، كونتراكشن ريلاكسيشن، صح؟ بدخل صوديوم، بدخل كالسيوم، بعدين بخرج بوتاسيوم. هاي هي عملية الكونتراكشن وريلاكسيشن في الهارت، صح؟ الايونات صارت مخربطة، انا دخلت صوديوم خرجت بوتاسيوم، هي عكس الطبيعي، صح ولا لا؟ لازم ارتبهم مرة كمان مرة عشان لما يجيني كمان اشارة لكونتراكشن يكونوا مرتبين. مين بيرتبهم؟ قنوات اسمها صوديوم بوتاسيوم بامبس، قنوات صوديوم بوتاسيوم مضخات. هاي المضخة بتطلع لي 3 صوديوم برا وبتدخل لي 2 بوتاسيوم لجوا. رتبتهم. حالة الديجوكس بيجي بيعمل بلوك على هاي القناة، إذا البوتاسيوم برا والصوديوم انحبس جوا. لما تركيز الصوديوم جوا زادت ما قدرتش أخرجه لبرا، تفتح قنوات أو إكستشينجر. إكستشينجر معناها تبادل. فعنا هنا كالسيوم صوديوم إكستشينجر، بتفتح بصير كميات صوديوم تفوت لجوا أكثر، إذا شو بصير في قوة الكونتراكشن؟ بس أنا ما أثرتش على الهارت. زدت الكونتراكشن، زدت قوة الانقباض. كيف الفارما؟ جنن، صح؟ جنن افهمها عشان تحبيها. اي فعلا. شايفين هالمبدا؟ من الفوكس جلوس. ما اظن هالزرع. في بتلاقي في ناس بتزرعوها. مش الحلقة تطلع؟ مرات بتلاقيها هيك بحد البيوت ورا البيوت القديمة. بتلاقيها بذورها بتتناثر وبتطلع. انها انصر كارد مصل كونتراكشن، قوة الكونتراكشن بتزيد. حبة الديجوكسن طلع عيارها مايكرو، مش ميليجرام، مايكروجرام. 25% مايكرو، يعني يا دوب تشوف الذرات لما بتحطهم في حبة الدواء، لأنه الثيرابيوتيك إندكس إله عالية. عندنا 7 أيام بالأسبوع بحكي للمريض خذه 6 أيام بريح يوم. سيئة ديجوكسا. شو اسمه؟ هاي ديجيتاليس أو ديجوكسا، إجا عمل بلوك للصوديوم بوتاسيوم ال دي بي إس، جمع صار تركيز الصوديوم عالي، حفز إنه في دخول الكالسيوم. اذا الكونتراكشن تغرى. نعم. كيف بدها ترجع الخليه لوضعها الطبيعي؟ في عندي كالسيوم بي تي بي اس، مش عملنا لها بلوك؟ كثير عملنا لها بلوك. لا لا لا، انا عملت بلوك للصوديوم بوتاسيوم بي تي بي اس. هلا هون في عندي كالسيوم اي تي بي اس، هاي بس للكالسيوم، بس مضخات كالسيوم. قصدي الصوديوم والبوتاسيوم كيف بدها ترجعهم لوضعها الطبيعي؟ قصدك كيف بدأ؟ إلا ما فيكون في مضخات شغالة، يعني ممكن ما يعمل بلوك لكل المضخات. بعمل لجزء. يلا سلايدين بس. الديجوكسن ثيرابيوتيك أكشن، ديجوكسن بيزيد الانتراسيلولار كالسيوم، زيادة مستويات الكالسيوم، كوزنج زيادة في الفورس أوف مايوكارديال كونتراكشن، بوزيتيف إيوتروبيك إفكت، زيادة الكارديك أوتبوت. زدت الكونتراكشن، شو صار في الكمية اللي بتخرج؟ زادت. بيزيد الرينال بيرفيوجن اند يورين اوتبوت زي ما حكينا. هو صح زاد الكميه اللي بتخرج، بس زاد الكميه بتروح للكدني، عملنا يورين اكثر، قللنا من حجم الدم وقللنا وحافظنا على البلاد بريشر. بيقلل الرينين ريليز، يعني مش رح يرفع الضغط، لانه الرينين لما بينفرز حكينا بحول انجيوتنسينوجين لانجيوتنسين 1 لانجيوتنسين 2 بزيد الضغط، صح؟ فكل هاي الاشياء رح تقل. سلو الهارت ريت مرات ممكن يكون له نيجاتيف، هاي تعتبر من السايد افكتس لا الديجوكسن، انه مرات ممكن يكون للعدد دقات القلب وانديكيتد فور ادفانسد هارت فيلر، يعني في حالات ستيج 3 و 4 ما ببلش فيه من البدايه. اهم السايد افكتس هيديك ويزنس ودراوزنس، يلوش اند بلير فيجن. هاي مهمه لما يجي مريض على ديجوكسن ماشي على كارديك جلايكوسايد وماخذ مثلا حبتين ثلاثه، كل شيء قدامي شايفه اصفر، طلع عيونه صفر. شو لابس؟ اساله مثلا شو لابس؟ بقول لك لابس اصفر. دكتور بسبب ارتفاع البلوروف ولا هي اكثر بياثر على شبكيه العين؟ فخلص شو الايفكت، يعني شو الميكانيزم بالضبط؟ مش كثير معروف. يعني حاولت، يعني
ابحث عنها بحكي لك مش كثير معروف، لكن له تاثير على شبكية العين. في بعض الجي اي ابسط ممكن شويه يعمل نوزيا مثلا، اريديميا بسبب تاثيراته ممكن على الهارت فيلر، على دقات القلب، لو ثيرابيوتيك اندكس لهيك ديجوكسن جدا 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 استخداماته قليله. مشاكله اكثر من المشاكل بيعالجها. تمام خلص واضح؟